وبعد ما خلصنا الميشن الرئيسية في الفروزن وايلدز، هي من أجل الوراك، وأنقذنا أراتاك راعي الوراك برضو، يعني مش عارف إيه حكاية الوراك في اللعبة دي. نكمل مع بعض نسيت إيلوي في لعبة فروزن وايلدز هورايزون، ونشوف مع بعض إيه اللي هيحصل، ونوقف شوية كده من ميشن ونخش في سايد ميشن. عندي اتنين بيندينج سايد ميشنز كده عايز أخلصهم في السريع. معاكم أحمد باكت جيمرز أند جنتلمان، وهيا بنا نلعب ونذهب لننطلق في عالم هذه اللعبة الرائع. ولكن قبل ما نبدأ، لو أنت أول مرة بتشوف فيديو وحابب تدعمني، ممكن تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، وتفاعلاتكم يا جماعه باللايكات فوق دماغي وبحبها جدا جدا، وبتكيب مي الايف وبتساعد الفيديو ينتشر. ولسه عندنا مسابقه بتاعت مسابقه اجمل تعليق اللي انا نويت عنها من كام يوم، والسحب بتاعها يوم الجمعه ان شاء الله، وجود لك فور ايفري ون. وهي بنا يا شباب نلعب. طب يا جماعه انا عندي هنا تو سايد ميشنز، عندنا عندي التعجب دي ودي، وفي واحده سايد ميشن فوق انا برضو اكتشفتها هنا، دول هنعمله ورا بعض ان شاء الله. نشوف اول واحده بتعمل ايه. نخش على الراجل الفوشيه ده على طول. انا قضيت شويه وقت عند التاجر وبددت الاسلحه اللي عندي، جبت قذف تلج وبتاع صواعق، وده المفروض اللي هو قذف لهب. عندي ايكو شيل اشتريت طبعا كتير وقود، خلصت الشردات اللي عندي كلها. خلينا ناخد يعني نصر خزن الصندوق، لا شكل سرقته قبل كده وما فيهوش حاجه زياده. ايلوي يلا بينا. اسمه ايه؟ براجراند. كيف اساعدك يا برجراند؟ يا برجراند لحظي العافر العكر، اخيرا قابلت بنوك حريصين على المبادله مع الغرباء، ثم هم اختفوا. ثلاثه من صيادي بنوك اتوا من بضعه ايام من دون مؤن او معدات قديمه، من دون ادنى فكره عن كيفيه تفكيك روبوت الى قطع. طلبوا مني تجهيزهم لرحله طويله، وانت تعرفينني يا ايلوي، أنا عاطفي. هعرفك منين أنا؟ حاسبتهم بالآجل. ولم يدفعوا لك؟ في الحقيقة حاولوا. انظري إلى ما فعلوا بقلب الثاندر جو. كان هذا منذ زمن بعيد، وبدأت أقلق كثيرا عليهم. شكلك كده عايزنا نصطادلك ثاندر جو وشيطاني متشيطن. أخبرني يا برجراند، أنت قلق على سلامتهم أم على أموالك؟ يمكن للمرء القلق حيال أمرين. أها، ماذا كان نوع الاتفاقية؟ كما قلت، كنت كريما جدا يا إيلوي. عقب أن أسقطوا هذا القلب المحطم على قدمي، منحتهم فرصة أخرى وأرسلتهم لإحضار أجزاء أخرى. لم ترهم منذ ذلك الحين؟ لا أثر لهم. لا يمكن جمع الأجزاء؟ ماذا تعني أنهم لم يحصدوا الأجزاء؟ ليس أمرا غريبا على فرد بنوك، هذا عمل شامان. الصائدون يصطادون الروبوت ثم يقطعها الشامان. لا شامان بين الثلاثة، فقد اثنان من الصغار يتربصان ببعضهما، وهذا الكبير يقف ضاحكا. إن لم يكن البانوك يصطاد عادة من دون شامان، فما قصة الثلاثة؟ لم يقولوا لي، لكنها لم تكن قصة سعيدة على أي حال. قلت إنهم طلبوا تحضيرهم لرحلة، إلى أين هذه الرحلة؟ أشك، سمعت لغوهم عن مملكة الشمس حين ظنوا عدم سماعي. سيرحلون عن أرض بانوك. تصرف معقول، أظن أنها لم تكن رحلة سياحية، إنهم يهربون من شيء ما. طيب أعثر عليهم بقى. لست جامعة ديون يا برجراند، سأبحث عنهم للتأكد أنهم بخير. بالطبع بالتأكيد، فقط من فضلك اعذريني، أنا أحب هؤلاء الحمقى، ذروة الشباب وكل ذلك الأمر، لكن إن استطعت العثور عليهم يمكنك تذكيرهم باتفاقنا. مخلب الحرق وعصب من متعقب ونابو سناب ماو، إن جلبوا هذه القطعة فدينهم قد دفع وزيادة، فقط تأكدي من أنهم لا يهلكونها. حسناً، آخر ما تيجي أحسن يعني. صيد الروبوتات الجيد من هنا، إن استحق العناء فقط ابحثي عنهم هنا. أليس من الأفضل؟ طلباتك كتيرة على فكرة. الصيادين الثلاثة تعلم عليها. أعثر محاربي ويراك الشبان. الخريطة مش بعيد قوي، ولكن يعني مفيش برضو فاست ترابل، فلازم أروح لهم مترجلا. وأشوفكم بقى يا شباب هناك على طول. أوه.
ربما هؤلاء هم من فقدوا من صياد بيرجراند. هم دول؟ نعمل هايبس السريع كده في السريع. اتفرجوا على ايه؟ اتفرجوا على ايه؟ لا اظن انكم تعرفون احدا من الاوزيرام يدعى بيرجراند. يا فتيان، ذلك المحتل ارسل فتاتين جمعيان دين له. لست مبعوثة احد. بيرجراند طلب مساعدتي في الحصاد. أم ستظلون تبيعون له خردة بالية؟ خردة بالية؟ هذا القطيع سيتحرك قريبا. لا وقت للجدال. إن عرضت المساعدة فعلينا القبول. حسنا، أوشكنا أن نهزم هذه الروبوتات. إن أردت المساعدة تولي القيادة. هذا بيلبسوني. اقتل الروبوتات. شايف روبوتات فين؟ بس ايه، انا حاسس بيهم. يتجمد النفس قبل ان يخرج من فمي. يلا اشحن بقى، اشحن اشحن. يلا مش بيموت ليه؟ هو بيضرب ايه ده؟ كهربا؟ ندمر ده. هو لازم تنزلني في مياه الساعة يعني؟ ماشي. لقد رأوني. طيب بس كده. تعال بقى. انا معيش تاني ولا ايه؟ اخي ده الكهرباء مش بتأثر فيه، بتأثر في التنين. نروح نجيب التنين بسرعة قبل ما يخلص السلاح. سيبني بقى في حالي بقى، خلينا اجيبهم بقى. ماشي ماشي. لا ده خيرة. خلاص كده انتهينا من ده. ده اضربه مانيوال بقى. راح اهو. تاني اديله بالنار بقى عشان ده النار بتجيبه. هتيجي نجرب السهم الجديد يا جماعه، انا معايا سهم جديد كده. انا مش عارف، انا حاسس السلاح ده مش فتاك يعني، كحيان كده بيخلص بسرعه. طب تعالى نستفيد لك. اثبت. ايوه خد دي في الامبوله. ايوه خدها دي تاني. دي كمان واحده. ضربني هو بيموت يعني. ماشي نلم الغنيمه. ده في حاجات شايفاني من بعيد، انا مش عارف الحاجات دي بس ماشي. امال العيال دي هربت؟ خدت حاجة وهربت صح؟ لا ما هربتش، ده راح بعيد. بس سيكا انا لم الحاجات دي. عايز اعرف ايه اللي بص عليا هناك يا جماعة. الاسلحة دي يا جماعة كحيانة قوي يا ده. بس خلاص كان المفروض اشتري له حاجات تانية. انا عايز اعرف ايه دي، هبقى اشوفها انا بعدين. صواعق العواصف من الحزمة والنار انا بستهلك منها كتير جدا. بص 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 اللي انا اشتريتهم بالاف الشردات بيستهلكوا مفيش يعني. انا تحدثت عن اتفاقنا مع بيرد. انتهى الامر، انتم مفيدون في القتال. اشكرك، لسنا في حاجه اليك، كنا بخير من دونك.
لم يخبرني بيرغرند بهذا. قال إنكم دفعتم إليه بقلب ثاندرجو محطم. ماذا؟ هذه مبالغة فقط، كان مكسوراً لنصفين. أوركايلا، وقت لدينا لهذا. هيا يا فتيان لنعد إلى الصيد، نحتاج إلى اثنين من منافسي بيرغرند. لما العجلة؟ نريد الخروج من هذه الأراضي بسرعة، هذا كل ما عليك معرفته. لما الرحيل؟ لما تغادرون البقعة؟ ربما نعود إلى بانور وأونيكوت ينحر أعناقنا. بحق الضوء الأزرق يا أوركاي، لماذا؟ هنا بحق الضوء الأزرق وهناك بحق الشمس. أي صياد يمر من هنا؟ كان لدينا نزاع مع زعيم الويرك القديم، وظننا أن آخر سيتولى الأمر، لكنه عارضنا. يبدو أنه وقت جيد للرحيل، نحن سنسافر لمملكة الشمس. مملكة الشمس؟ من هنا إلى الشمس رحلة طويلة. الأمر يستحق، أحياناً معنى النجاة يكمن في معرفة وقت الرحيل والوجهة. أجل، وفي هذه الحالة النجاة هي الابتعاد قدر الإمكان عن بانور. اكتفينا من الثلج الأحمر. ما الخطة عند الوصول هناك؟ عما ستتمحور النجاة؟ اسمعي، ما يهمنا هو الوصول إلى هناك، ولذلك نحتاج شاردات. لهذا معذرة. قلب ثاندرجو محطم. قلب ثاندرجو الذي جلبته إلى بيرغرند. دعيني أسألك هذا، ما الأهمية في كون القلب كان مقسوما نصفين؟ ألا يمكنك ببساطة لصقه؟ بالطبع لا يمكنك لصقه مرة أخرى. فقط أعني أوه، أوزيرام المخادع بإمكانه هذا، أراد فقط إرسال مبعوث أحمق آخر. أوه، إنه ليس بهذا السوء، أنا أحب بيرغرند. تحبه؟ تولماك أرسلنا في وسط الثلج للموت تحت أقدام ثاندرجو، ثم يا فتيان اسكتوا. في كل مرة يذكر أي شخص هذا القلب. إنه المخلب الحارق. لدي المخلب الذي كان يبحث عنه بيرغرند، يتبقى فقط عصب المتعقب وناب سنابماو. عليك الحفاظ عليه، ستأتين إلى رحلة الصيد القادمة صحيح؟ على أحد أن يبعد ثلاثتكم عن المشاكل. حسناً، أظن أن عليك اتباعنا، لكن لا تظني أنك منا. السنودريفت لن يقبل صائدين جدداً. سنودريفت الدمويون؟ أهذا ما ستطلقه على الوراك؟ أجل إنه ليس جيداً تتاي. أسماؤكم ليست أفضل. أنت الآن إلى الشمال الغربي نحو الأطلال قرب الساحة الجوفاء، سننتظرك. لقد دمرنا القطيع. قابل وراك الشاب في مواجهة قادمة، صادين الثلاثة، يعني دي لسه مشا ما خلصتش. وطبعا عندي فاست ترافل هنا، أشوفكم بقى هناك يا شباب على طول. فقد وصلنا يا شباب للصادين الثلاثة. نعمل ايه بقى؟ عايزين ايه؟ قولي. ها هو القطيع، مستعدون؟ هل تمزحين؟ لقد ولدنا مستعدين. هيا ايتها الجماجم المشتعلة. لا، شكلكم هتتشبر. انه اسم سيء للغاية. شكرا يا أوركاي. لا يهم، لنذهب للقتال. ونقتل ايه بقى؟ دول اوكي، دول عايزين كهربا. دول متعقبين، انا شفت متعقبين صح. ده واحد وده سكرابر وده سكرابر، هو متعقب واحد تقريبا او اللي انا شايفه على الاقل. طب نعلم على السكرابر ده، ينفع؟ ايوه خدي نغزه ورياحه، خدي كمان موت بقى لسه ماتش. السكرابر رخم قوي. خلاص مات خلاص. هو ده بقى ليه سريع قوي كده؟ يمكن عشان متشيطط بركه الطرف فسرعه. اوكي، مين تاني فاضل؟ هذا العبيط بحب شكله هو لما بيجي يضرب في الهواء كده ويقعد يقع على الارض وبتاع.
مين تاني؟ ده في تقريبا متعاقب تاني تقريبا. شفتك او كنت شايفك يعني. تفوا عليها يا ريت كده، يا بجد قالت كده يا جماعه. خد غزو خلاص بقى كده خلاص صح. تحدث الى اوركاي. انت اوركاي؟ انت كنت في وشي دلوقتي. انت اوركاي؟ فين اوركاي؟ اوركاي المفروض معلمنا عليها. اوركاي يعني لا اعرف ثلاثتكم لكن اشعر بتحسن. ايلوي هل احضرت القطعه؟ قطعه إيه؟ سقطت واحده اخرى وستجمعون ما يسدد الدين. يبدو حقيقيا. اتعلمين؟ بدات اصدق اننا سنخرج من هنا بالصدق. لم نكن لنصمد من دون نيكوني لكن هنح. من لا حول ولا قوة الا بالله. انا كنت صديقة لي. انا مش عارف نكم انت يا جماعة نكم انت صراحة. انا اعتبر نفسي سمعتش حاجة. ما القصة؟ احكيها بصدق. لقد قتلت. مين اللي قتلت؟ ما سبب تحدي الزعيم؟ نيكوني تحدت الزعيم. لماذا؟ أحاط أونيكوت نفسه بالقوة والسلطة كما يرتدي الناس الفراء. إن أردتم التودد إليه والتقرب منه ربما تحصلون على مكان أفضل. انقسمت الوراك إلى من يريدون التقرب من أونيكوت والبقية ينتظرون التحسن. حتى نيكوني كانت الأفضل والأشجع بيننا، هي من أخذت موقفا. هو فريق ترجمة طبعا بيترجم ما عادش يضحك فشخ قبل ما يعني كده. ألهذا غادرت بان أور بسبب هذه الأمور مع نيكوني والزعيم؟ أونيكوت عرف أن نيكوني معلمتنا صديقتنا. عجزنا عن المكوث. في آخر ليلة تسللنا إلى المعسكر، جمعنا ما استطعنا ورحلنا كالجبناء. من نحن يا تاتاي؟ نحن بنوك أليس كذلك؟ النجاة والسيادة هذا ما نفعله. لم تفعل هذا. طيب ماذا حل بالمؤاخذه؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ كيف ماذا حدث؟ سقطتم نيكوني. مش هقولها يا جماعه، مش هقولها والله. أونيكوت لم يقارب موهبه نيكوني. من عاد الى المعسكر بعد المسابقه؟ أونيكوت ابتسم كسناب ماو. قال او اين ذهبت نيكوني؟ تتبعنا نيكوني عبر الغابه وجدناها قريبه من القافله ورأسها منحوت. مش قادر يا جماعة، مش قادر أمسك نفسي. ولكن أحيانا هذه الذكرى هي ما أفكر فيها. وصفة يا تاتاي كانت تعني الكثير لك لكم جميعا. مش قادر أنسجم في القصة، مش قادر. أنا آسفة. يؤسفني ما مررتم به. استماعك لطيف، شكرا يا ألوي. انظري لا يهم، اتفقنا؟ ما حدث في بانور يظل في بانور. يهمنا ما يحدث في مملكة الشمس. هناك سنصنع لنا اسما كالطيور الجريحة، صحيح؟ اوه الطيور الجريحة. مش الجريحة حقا؟ انه اسم سهل مثل القيء. ما الوجهة التالية؟ توجد بحيرة في الغرب، سنعثر هناك على ناب سناب ماو. نلقاك هناك. ان وصلت قبلنا انتظري قرب نيران المخيم، سننتظرك. طيب نقابلكم يا جماعة عند نيران السناب ماو، هو هنا مكانه. أشوفكم هناك يا شباب. تم اكتشاف نيران المخيم. لا أثر لهم، سأنتقل وأنتظر. بدأت أقلق حيالكم. أنتم بخير؟ أخذنا وقتنا بعد المحادثة الأخيرة، كان هناك الكثير لنفكر فيه. أتخيل ذلك، صيد آخر ويسدد دينك وتتجهون جنوباً، مستعدون؟ يا صيادة، أحذية جليد ضوء الشمس في انتظارك.
مروع. أنا مندهشة يا تولي ماك. لم أظنك ستأتي باسم أسوأ من الطيور الجريحة. حسناً، أعجبني. لنصطد. لنصطد. طيب، نصطد. نصطد دلوقتي. نروح نصطد إيه بقى؟ هو ليه معلم لي على العلامة دي؟ آه ده في برج تحكم ونقطة الروبوتات اللي هنا. أوكي. هما كلهم سناب. خد انت رز ونريحه. ادوني بقى في السناب ماو بقى ايه الشيطاني المتسيطر. اوعى اوعى خد دي. هو جامد خلاص اهو. خش بقى نرزعه واحده كده. هو متجمد. ايوه خد دي كمان. رز ونريحه كمان. فضلوا غزعه فضلوا غزعه بس خلاص. ايه تاني؟ تعالى في سناب ماوي ده. تعالوا هاتوا ده يا ابن لذينه. ايه ده انا قاعد في المايه ليه؟ اطلعي. مش وقت عوم دلوقتي يا ايلو يا دي النيله. لك ضربة واحدة خدها واسكت. دي كمان. بس نغز بقى غزة ورايحها. ايوه بس كده. لسه في تاني. لا يوجد ذخيرة يا اخوانا. نامي نامي. ايوه نديها بقى واحدة. ايوه موتي بقى موتي بقى موتي بقى. حلو انفجار رجلنا بموتها ده. نروح بقى ايه نسيطر على الابراج. برضو وقعت في المايه. تعال بجد نفجره الاول كده من غير ما نسيطر عليه. خد دي. ماشي. انا عرضة للخطر حتى اتولى امر هذا البرج. بس خلاص كده. فاضل ده كمان. يطلع له منين ده؟ من هنا. خد. خلاص كده. لسه في واحد تاني. دول ثلاثة كتير قوي ابراج دي يا جماعة. حلوة القفزة دي حلوة. مع اني مش قصدها والله بس هي جت كده. اديني بقى ظهرك. ايوه خد دي. ما ايه ده في ايه ما. تعالى تعالى. ده مش عارف انشن. ها ماشي كده خلاص. ثلاثة خلصوا. هناك انذر سناب ماو. ده جبني انت يا جماعة. مش انا خلصتهم خلاص. خلصوا دول. موت 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 موت. بس خلاص اديني بقى اللي معاك. هل رأيتم هذا؟ سقط هذا الشيء كالشجرة الميتة. هاتي ده. هنلم يا جماعه الحاجات دي وارجع اكمل الميشن دلوقتي. تعال يا باشا. هناك هذه اخر قطع بيرجرن.
يبدو أن دينكم قد سدد حاليا حتى يكسر أوركاي شيئا آخر. حدث مرة واحدة. أنت شامان جيدة يا ألوي، شكرا على المساعدة، سنتقابل في المرة القادمة. مملكة الشمس؟ بعد مملكة الشمس ماذا يحدث؟ ما الخطوة التالية؟ نصطاد كما أرادت نيكوني تماما. نيكوني طموحاتها كبيرة، في ويراك يقوم كل فرد بدوره ويعتني الجميع ببعضهم، لا شامان أو زعماء، لا حاجة لسلب القوة من يد أي أحد. يبدو عملا شاقا، لكنه يستحق العناء. كمقابل مناسب لنيكوني يمكننا أن نصبح الويراك كما كانت تتمنى. جمع الأجزاء؟ لن يحتاج إلى نزع قتلاكم، ستكونون بخير؟ لا يبدو هذا صعبا، سنكون بخير. عظيم، شاهد 3 عمليات حصاد ناجحة فأصبح شام. عندما تذهبون لسونغز أتش تحدثوا إلى بيرغراند، إن لم يعلمكم بنفسه سيدلكم على من يعمل. مؤكد، سيحاسبنا على المقدمة. شكرا يا ألوي، متأكدون أننا سنحل الأمر. طيب بالتوفيق. أظنه الوداع. كيف تشعرون بترك أراضي بانوك؟ ما كنت سأفتقده رحل بالفعل. لندع هؤلاء البانوك يموتون. ما قالوش اسمها، كتبوه في الترجمة بس ما قالوش. والله العظيم. ما هو شعور أن تكون بانوك بعد أن تخلى عنك البانور؟ كيف سنقرر من نكون؟ ماذا عنك يا ألوي؟ ماذا تظنيننا؟ كيف ستتذكريننا؟ ما تحقق، ما تحمل، خلينا واقعيين. لا، موضوع في قلب شوية ولا ايه؟ ما تعلقش بأي حد، خلينا عقلانيين ووايز. انظروا حولكم، تغلبتم على أكثر الروبوتات، أكثر مما هزم معظم الصيادين خلال عام. وبقلوب محطمة، صحيح أوركاي؟ لم يكن محطما، لكن هزمتم ثاندرجو للحصول على القلب. فعلنا. إذن اقتراح سخيف، لكن ماذا لو كنا أصحاب القلوب المحطمة؟ أتعرفين؟ أحببته بالفعل. أجل، جميل للغاية. شكراً ألوي لرؤيتنا كما نحن. لو ما كانوش طايقين دلوقتي إيه؟ بيشكروني وبيخدوني بالحضن قبل ما يودعوني. طبعا شباب، شايف ان احنا كده خلصنا الصيادين الثلاثة. احنا لسه طبعا نعود لبارجريد ولا مارجريت ده، تعال نرجع لهم بسرعة كده، نشوفكم هناك على طول يا شباب في السريع. حاجتك ايه يا باشا؟ فأي شيء يفعلونه يملأ. بيرغراند، كيف حال الاستثمار؟ في غاية الوسامة، شكرا جزيلا. أتعرفين أن البنوك الثلاثة يطلقون الآن على أنفسهم القلوب المحطمة؟ حسنا، أملك الأجزاء، لذا يمكنني أن أسد ديني. إذن اتجهوا جنوبا؟ حقا، بالفعل لدي صديق في مملكة الشمس يدعى أوهوتور، يدين لي بخدمة. أوهوتور العجوز القاهر للروبوتات، جدير للغاية، لذلك أرسلتهم ليتعلموا من الأفضل. على الأقل من الأكثر جدارة. حسنا، نحن نعمل بالموارد التي لدينا، وبالمناسبة خذي هدية دليل على امتناني. إيه الهدية؟ هو ايه هو الكلام ده؟ معناه اللي هو في ميشن، فتح لي ميشن جديده في مملكه الشمس تاني، صندوق مكافاه استثنائيه. نبص عليه كده، وداني 3 ضوء أزرق كمان. شوف كده في السريع، مكافاه استثنائيه، ملف السلاح لم يختبر. هشوف ده ممكن استعمله في ايه. طيب يا شباب، انا شايف ان كده ممكن نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب تكونوا استمتعتوا بالمشاهده وعرفنا نخلص ازاي مهمه الصيادين الثلاثه. ودلوقتي هيبقى عندي مهمه ثانيه هنا، مهمه جديده، وعندي كمان مهمه ثالثه فوق. هنبقى نشوفهم في الفيديوهات اللي جايه يا شباب. كان معكم احمد باكب قد فرجني جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم في الفيديو اللي جاي، ومع السلامه.